قرية عين الزوان بنيت عام 1870 عام 1871. على زماننا نحن ما كان في صوبيات مازوت، أو كان في موقد بزاوية البيت يحرقوا فيه إما روس البقر أو حطب من الحرش. كان الحرش منظم بشكل جيد، مقسم لأربع خمس أقسام، كل سنة يحطبوا من قسم واحد نص الشجرة تقريبا، ويوزع القسم هذا على عوائل القرية، بحيث كل عائلة يطلع لها حصة من الخشب، مثل ما بيقولوا لا يفنى الغنم ولا يموت الديب. فكان كتير التنظيم حلو وما في أروع من هيك. يعني بعد زماننا نحن ما كان بالبيت غير هالموقد هذا، ومع هذا كنا دفيانين وما نبرود وما شاء الله عنا وكويسين. غالبا البيوت بالقرية كانت موزعة على ثلاث أقسام، قسم للحيوانات مثل البايكة ومخازن العلف، قسم للسكن، وقسم بسموه البيدر، هذا كما كان يستخدم لصغار الحيوانات يروا فيه ويكملوا فيه. الثلوج بشكل دائم أو بشكل ثلاث أربع مرات، وتدوم الثلج لمدة أسبوع أحيانا، تنحصر الحيوانات في المزاريب، ويضطر المواطنين إلى إطعامهم برفع الثلج بشكل على شكل تكوين كرات ثلجية متدرجة حتى تظهر قليلا من العشب. في عوائل بالضيعة كان عندهم يسموها شلية غنم، يعني من فوق 60-70، هذول لهم راعي لحالهم، والبقر ما كان في بها العدد، كل عائلة عندها بقرتين ثلاثة يجمعوهم بساحة البقر الصبح، يطلع فيهم راعي يرعى فيهم بالبرية ويجيبهم المساء، بس يوصلوا على القرية كل بقرة بتروح لحالها على بيتها، ما في داعي صاحبها يجي ياخذها. يعني بنيت فيها آبار لسقاية المواشي والأبقار، وعددها خمس أحواض، وبأعماق تتراوح من 5 أمتار إلى 13 مترا في أحدهما. بالضيعة كان في خمس حواويز كمان مقسمين لثلاث أقسام، حاووز مدخله مفتوح مسدود من ثلاث أطراف بس مدخل مفتوح، هذا كان لشرب الأبقار، والنوع الثاني حاووز ارتفاعه 2-3 متر، والنوع الثالث هو من 8-10-12 متر. هدول الحواويز كانوا يسقوا منهم البقر والغنم بواسطة ينشلوا المي بالدلو كان يسموه بالحبال، وفي جرن يصبوه بالجرن ويسقوا فيه المي. بالنسبة لنا نحن كأولاد هناك، كل أولاد الضيعة بتعلموا السباحة، ببلشوا من هذا الحوز المفتوح، هذا ارتفاعه من 10 سنتي لتوصل إلى متر وشوي، هذا يتعلموا فيه الأولاد، وأنا وزملائي اللي قبلي كلهم تعلموا فيه الحوز. بعدين منتقل للحوز أغمع شوي 2 متر، بعدين 2 متر الحوض التالي.
كان بالحارة في فرن واحد عند أحد البيوت، يجوا النسوان يخبزوا فيه بهالفرن. كان في كتير أكلات شعبية مثل أي بيعة يعني، كانوا يعتمدوا على أكلات المشتقات الألبان أكثر شيء، وفي خضار طبعا، بس بخص البيعة الشركسية يعني تخص بالأكلات الشركسية مثل حلف مثلا، مثل إذا في عزيمة كمان بيعملوا شيبس وباستا صوص بالجاج. حلويات كمان مثل في عنا مثل في شغلة اسمها الفيدا، كانوا يعملوها مثل رقائق العجين جواتها يا فستق حلبي يا جوز وسكر. راح أحكي لك قصة صارت معي. أنا كنت قبل 67 بالجيش طبعا، كنت بمحافظة درعا، يجوا لعندي 3 ضباط تفتيش فقالوا بدنا نمر نحن من القنيطرة، بدك شي من ضيعتك؟ قلت له ممكن ننزل معكم أنا؟ قال إيه ما في مانع. نزلت معهم، وصلنا على مفرق الضيعة، قلنا لهم شو رأيكم نمر على الضيعة نقعد شوي نتعشى وبكرة بتروحوا؟ قال إيه. كان وقتها وقت الحليب والربيع يعني، فالوالدة الله يرحمها حطت لنا عشاء من هالموجود يعني، جبنة شركسية، جبنة عادية، لبن، لبنة، بيض بلدي، ديكين مذبوحين، وشوية عسل ومدري شو إلى آخره. ف الضيوف جدا تعجبوا واستغربوا، قالوا لي أنتوا عايشين بالجنة بس ما لكم حاسين فيها على هالأكل الطبيعي. وطبعا وقت اللي يكون فيه طبيعي بيكون الأكل غير شكل يعني، فكانوا كتير مبسوطين. هيك كانت القرية يعني، مين ما إجا ضيف كان يضيف بهالشكل اللائق والمحترم يعني، الضيف كان له احترام كتير بالضيعة. خامس من حزيران كنت مدير مدرسة عين زيوان، تضم 6 صفوف ابتدائي، 3 معلمين من نفس القرية، عدد طلاب كان حوالي 120 تلميذ، مدرسة مختلطة من الأول للسادس. قرى الجبهة كانوا محظوظين أو الدولة اعتنت فيهم باعتبار من قرى الجبهة، فكل قرية من جملتهم قرية عين زيوان كان فيها كهرباء ومية بيت جن. الكهرباء كان فيها مولدة عليها شخص معين بيشغلها من المغرب للساعة 12 ليلا فقط، وإذا في للضرورة أحيانا عند الأعراس أو في مناسبة أو كذا بيشغلها يعني، أنت ما طلبت منه، هو من أهل القرية وساكن بالقرية يعني. والمي نفس الشيء مثل ما حكى صديقي، جابوها من نبع من بيت جن، وتوزعت المياه على كل بيوت القرية، ومياه نظيفة من أحلى ما يكون يعني مثل الشام هلا. بالقرية كان في حركة ثقافية جيدة وحركة اجتماعية ممتازة، كان عنا نادي رياضي، فريق كرة قدم، وعادة جيدة كان في قرى الجولان معظمها كفرق تتبادل زيارات وتقام مباريات كرة قدم، وهالمناسبة كان يكون فيها اجتماع لشباب القرى، صبايا وبنات يشوفوا بعضهم، يعملوا حفلات جق يعني رقص شركسي. هاي المناسبة كانت نحن بالصيف عادة أكثر شيء بيصير. في فرقتين، كان في فرقة بدمشق مركزية وكان يستعينوا براقصين من الجولان من قرى الجولان، أنا أحدهم. فبالمناسبات الوطنية مثلا في 66 عام 1966 بعيد الجلاء شاركنا بحفلة رقص في بانياس وفي قنيطرة بسينما الأندلس، وأحيانا ينزلون على الشام كمان نشارك بدمشق في مناسبات وطنية. فأنا كنت أحد الراقصين بالفرقة،
طبعا لما كنت شاب، هذا في مرحلة ثانوية. صباح العدوان 1967 كنت أنا مكلف بمراقبة امتحانات الثانوية العامة في النيطرة. خلصت الحصة وانتقلت لمدرسة ثانية، شفت حركة غير عادية في النيطرة، سألت قال والله في عدوان إسرائيلي على مصر وسوريا. طبعا جيت على القبيل في اليوم الثاني، توزع علينا أسلحة فردية كمقاومة شعبية. بنهاية الحرب القوات الإسرائيلية وصلت على النيطرة وعلى عين زوار، دخل فيها بعض الدوريات وقاموا بقتل والد عبد الحليم جعفر الذي كان هو مختار القرية، وعن عمر كان في حدود 80 عاما أو أكثر قليلا. العدو الإسرائيلي بعد ما احتل جولان دمر بشكل متعمد بالدوزرات والديناميت، دمر حتى ما تكون في آثار. اليوم عين زوان ما عاد قائمة، دمروها وزرعوا حوالي القرية زراعات ثانية، بس هني حاولوا يعني ما يتركوا آثار. فلذلك نحن أولادنا مسؤولين عن أنه يعرفوا أنه هني من عين زوان، وهني هيك كانت عين زوان. دائما عم نحدثهم في أحاديثنا، بجوز نحن ما نشوف عين زوان، ولكن أنا واثق أنه صليبين ضلوا بهالبلاد 350 سنة ورحلوا، ومنطق التاريخ يقول انه لازم ترجع جولان. اتمنى لاحفادي اذا انا ما تمكنت من ان ارجع يرجعوا لارض الوطن الى قريتنا قريه عين زوان. جولان وانت عزنا قيد العدا ما هزنا، لعيون عينك يا وطن للموت نبقى بارضنا. ورساني منها بالرادة، نحمي حماك من العيدة، ورساني منها بالرادة، واصواتنا كل المدى نفدي سوريا بدمنا.